يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص، تعاملهم الحكومة بكل أدب واحترام، وإنما هنالك إجراءات أمنية واستخباراتية من الضروري بمكان أن تقوم بها الحكومة. للأسف أنه يخاطر الآن ليس فقط بقمع المجتمع ووضعه في السجون، بل بالنسيج الاجتماعي، وهذا أكثر ما آلمني وأكثر ما أجد أنه مخيفا. أيضا هو خاطر أيضا باقتصاد المملكة. نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والقضية معانا والحق معانا إحنا.